ننتقل لفقرة نيتشر مع مارك بيروتي. اليوم رح نحكي عن النباتات الداخلية وكيفية العناية فيها. هاي مارك، هاي لويا، كيفك؟ تمام. اليوم مزيلنا استوديو ببعض أنواع النباتات، منشوف كتير منهم ببيوتنا خصوصي عند اللبنانية. في كذا نوع من هالنباتات اللي جايبهم معك موجودين عنا، بس كتير أوقات ما بنعرف كيف نهتم فيهم. منشوفهم ببيوت كتير منيح وصحتهم منيحة، ببيوت تانية بيكونوا يمكن تعبانين. فرح نبلش نشوف كيف بدنا نعتني فيهم، وبدي اقول للمشاهدين انه يلي عنده اي سؤال عن هيدا الموضوع، عن موضوع النباتات الداخليه، رح نتلقى اتصالاتكم على 0464. اول شيء لورا بدي اقول لك انه انت مزين الاستوديو. ميرسي. النباتات هيك كمان بزينوا الاستوديو اكثر. الفكره الاساسيه هي انه في كثير ناس عندهم نباتات بقلب البيت ومثل ما عم بتقولي ما بيعرفوا يهتموا فيهم. انا بعمل، اذا بدي اختصر بدنا نقوله اليوم، هي هيدا تبع ومن الحب ما قتل. يعني اجمالا نباتات البيت ما بدهم عناية قد ما بنعمل. واللي بصير بالبيت في كثير ناس بكون عم يشرب قنينة مي، الباقي مي بكبولها للبلانت، باقي شاي باقي قهوه بكبولها، وهو ما يلزم هالقد. يعني لازم نعرفه اول شغله انه مهم نقلد الطبيعه، هلا بنحكي كيف. واهم شيء نعرفه انه نبته هي ذاتها برات البيت، اذا انا بسقيها في تردة كل يومين بقلب البيت يمكن لازم اسقيها كل جمعتين. فهيدا هي الاساس. يعني اغلبيه العالم بيقتلوا النباتات الداخليه بالاوفر ووترنج او بكثره المي. فرح اذكر بس بالاساس شغلتين ثلاثه، انه بالطبيعه ما في شيء اسمه نبته بتعيش جوا. بالطبيعه دائما في، اذا بدك، نباتات بيعيشوا برا، في منهم بيعيشوا بفاي نباتات ثانيين او بمغاره، بس دائما في هواء. واول غلطه بنعملها نحن كثير انه بقلب البيوت كل شيء مسكر، وهيدي كمان بتصير خاصه بلدان عربيه مطرح اوقات الاسياد دايره كل وقت، شبابيك مسكره كل وقت. اذا ما عندك سيركيوليشن هواء منيحه النباتات ما بتقدر تعيش. سو اول شغله كثير بدنا ننتبه لها هي الهواء. ولما اوقات بكون عم بحكي عن الهواء مفكروا الناس انه بس من فوق، هو انفات كثير مهم الهواء بقلب التراب. مشان هيك اذا انت بتسقي كثير بتسكر التربه بتصير كلها مي وبطل الهواء يقطع، واذا ما في هواء بقلب الشلش عندنا مشكل كثير كبير. سو هيدي اول تب انا بعطيه. هو ان جنرال يعني. ان جنرال يعني قد ما فيكم افتحوا الشبابيك، هووا البيت، قد ما فيكم سقوه مضبوط، تعلموا كيف تسقوا. والنبته اذا واحد مثلا ما عرف يسقيها في تردة شوي كرمشت، يعني هي عطشانه، احسن بكثير من انه يضل يسقيها يضل يسقيها وتموت. اوكي. سو هيدي كمان تب اساسي. يعني اللي بفهمه انه اللي عنده كذا نوع من انواع النباتات ببيته يعمل كارنيه ويسجل كل وحده ايمتى سقاها، ايمتى بده يرجع يسقيها مرة الجاي. مزبوط. فينا نعمل هيك؟ مزبوط. هلا على سيره الكارنيه تفرجيك كمان شغله، كثير من النباتات الاندور بيجوا مع الكارنيه تبعهم. سو هيدا مثلا هون واحد تبر ماء محطوط ايمتى تنسقى كل قديش شو بدها هالنبته، سو كثير منهم بيجوا مع هول الكرنيه. وهيدا اللي عم تقولي هي 100% مضبوطه. رح نكمل بالتبس الاساسيه. اذا بتطلع هيدا مثلا هون جايب بلانت وجايب كشبو، وحده من الاشياء الكثير اساسيه نحن تنعملها هو انه لما بنسقي هيدا النبته، انا اذا هي عندي بخدها بغطسها بالمي. اوكي. بتشرب من تحت، تشرب من تحت كثير مهم للنبته، احسن بكثير من انه تشرب من فوق. هلا الشيء الثاني هو هيدا الكشبو لازم يكون عندي دائما الريفلكس انه اذا بقي مي جوا كبن. وهيدي شغله اساسيه، لانه المي اللي بتبقى بقلب الكشبو هي واحده من اكثر مسببات انه النبته تموت. يعني هي بتكون مثل ستاجننت ووتر، سو مي منا جاريه، بتقعد تحت بتكمخ، بيجوا الامراض الفطريه عليها او هيك. سو هول التبس كثير كثير مهمين. هلا بعدين اكيد في، كنت عم بحكي عن السقايه. انا بالنسبه لي هيك الفلسفه الكثير هينه للنباتات عندي هي انه باخذ، خاصه اذا في احملهم يعني نباتات صغيره، باخذهم بغطسهم، تشرب النبته قد ما بدها من تحت بتلك كل شلوشها، بينما اذا انت سقيتها من فوق وبسرعه المي بتروح مطرح واحد ما بتجمع، وهيدا مشكل عنا. فاضبط شيء دائما هو انه نسقي من تحت اذا بنقدر اكيد. وهون المشكلة الثانية اللي عنا اياها مسائب، هلا انا رح اقول عنهم، يعني هيدي النبتة اللي هون والنبتة اللي حدك، الفجار واللسان الحمى، عندهم مع انه هن فين يكونوا عايشين حد بعضهم، النيدز تبعهم كثير مختلفة. الفجار يمكن بضطر اسقيها مرة كل ثلاث ايام، وخاصة في فترات معينة بتعمل هون تحت الوراء مثل سبورز معينين، لازم ابقى رش عليهم لما تكون عملتها. بينما السنسيفيريا اللي حدك بنسميها لسان الحمى، إذا أنا عندي إياها بسقيها مرة بالشهرين أو شهر ونص هالقد ما بدها مي، وهولي عايشين حد بعضهم، فكمان واحد بده يعرف كيف يقسم جنينته او بالبيت. طب نحن عم نحكي عن السقايه بالتغطيس، بلكي مزروعين هن بالارض. هلا هون المشكل، اذا بو كبير او هن مزروعين بالارض، بس اجمالا بقلب البيت
ما عندك ناس بتزرع بالارض، يعني اجمالا نحن عم نحكي عن النباتات اللي جوا. هلا اذا كان البو كثير كبير وما فينا نسقي، مهم كثير الجاست اللي بنعمله يكون على رواق، يعني انا ما مش ادلق هيك السطل يعني، فبسقي على رواق من كل الميلات ليجي مي على كل الشلوش، وتاخذ هي قد ما بدها مش ينزلوا دغري يعني الميات ويروحوا. سو الجاست كيف بتسقي بالبويات الكبيره هو اللي بيعمل كل بعدين الفرق. بطبيعه الحال الارض هي عم بتصرف المي لوحدها يعني 100%. ما عندنا مشكله البو انه عم ينحصروا بفرد صح. وبعدين بالارض هو اللي انا عم برجع بقوله، اذا الارض انتلت مي بالارض وبرا في هواء والنبته بترجع بتسحب المي اللي عايزتهم هي من الارض، نحن بقلب البيت اتس ديفرنت يعني، وهيدي نحن نأمن لهالفينومين يعني. مزبوط. وفي كثير عالم مثلا بجيبوا بو مثل مثلا افترض هيدا البو اللي هون انا معه، اذا انا ببرم هيك لتحت بتشوف انه هو منه مفخوت فبيزرعوا فيه، هول البويات الاساس دائما يكون مفخوت من تحت انليس اتس كاش بو، ساعتها ديفرنت يعني. فهون انا كثير بدعي اغلبيه العالم يحطوا الخمسة 10 سنتي اللي تحت حسب كبر البو يكون بحص او يكون قلي او يكون شيء خلي انه اذا كمش اذا المي نزلت كثير يضل يقطع الهواء بيناتهم، وهيدي اكيد شغله كثير اساسيه. وفي كمان عندنا تب كثير مهم، اغلبيه العالم بينسوا انه هول النباتات بدهم ياكلوا، يعني هن نباتات عايزين نوتريشن، مشان هيك حفرجيك انا هيك الاربع سيكرت السبع نباتات الداخليه. اول شيء هون في فيرتيلايزر هذا اسمه اول بيربس يعني يلي هو عمليا بيثبت لاكثر النباتات، يعني اذا انت عندك أوركيدة وعندك فجار وعندك هيدا بيساعد كثير يلي هو كيماوي لكل النباتات الداخليه، يعني فيتامين بس متكامل، لانه النبته اذا ما بدك تجيبها لكل نوع لانه في كيماوي لكل نوع. هلا شو هن السيكرتس الثانيين؟ واحد من هذا السيكرت هو هون انا معي بايدي هو الابسوم سولت يلي هو في ناس بياكلوا الابسوم سولت يعني بياخذوا لاشياء صحيه، يلي هو مغنيسيوم سلفيت، يعني هيدا هو لما بتفوت اوقات على محل مشتل بتشوف نباتاتهم كثير بلمعوا، هيدا السيكرت يعني الابسوم سولت بينحط على ورق النبات ورقه يعني احنا بنرش يعني بنرش عليهم وبيعطيهم لمعيه رائعه، وهو طبيعي 100% منه مكون غير من مغنيسيوم سلفيت، هيدي هي كلها. بس المغنيسيوم والسلفيت بيعطوا لمعيه للنبته وبيعطيهم مناعه كثير قويه، اكيد مش كل يوم يعني عم نحكي على بالشهرين مره، هيدي كمان بتخلي انه مثلا تفوت اوقات على محل يكون هالقد نباتاتهم مهمه وبتلمع وهيك. اذا مغبرين بننظفهم قبل نرجع بنرش هيدا الشيء كثير مهم ولا ما بيمتص ما بيأثر بهيدا، بس الغبره هي كثير مهم تنشال عن ورقات، لانه طالما في غبره على الورق معناتها النبته ما رح فيها تتنفس مزبوط وما رح فيها تشتغل مزبوط. فالتمسيح البلانت اولا هي بتحب يعني بتحس النباتات في دراسات على الاهتمام فيهم على الميوزيك المزبوطه بالبيت كيف بتاثر عليهم. وفي ناس هيدا تب كمان زختور بالبيره مثلا لانه البيره هي كمان هلا غليو بس عم نحكي قبل البيره هي بقلبها فيها كثير نيتروجين سو كمان فيك تلمعي نباتاتك فيهم او بمي، بس ما نعمل هول الاشياء على الظهر يعني او كثير الصبح او كثير عشيه كرمال الامراض الفطريه وكرمال كمان ما تنلطش، لانه اوقات اذا انت عم تعمل هذا الشيء على الظهر والشمس قويه فيك تحرق النباتات تبعك فلازم ينشفوا عليهم. الدواء الثاني يلي هو بيكون اسود صرنا ننتبه على هذا الشيء لانه في يدبغ اسود صرنا ننتبه عليهم اسمه هيوميك اسيد. الهيوميك اسيد هو اساس كثير للنباتات، بيساعد هو منه بحد ذاته اذا بدك كيماوي بس بيساعد النبته تمتص الاغذيه اللي هي بالتربه بطريقه كثير مهمه، هذا بنذوبه بمي وبعدين بنسقي الارض تبعنا تا كمان تقدر النبته تكون هيلثي وتسحب اكيد كيماوي اكثر وهيك. وفينا نجيب هلا انا هون جبتهم معي على صغير يلي هو بدل ما يكون كيماوي مثل هيدا اللي هو جرانول يعني حبوب، هيدا هو ليكويد. الليكويد هن انواع من الكيماوي الكثير سريعين يعني فيك او تحطي بالارض سريع يعني. صح يعني في طريقتين، اذا نحن ذوبناه بالماء حطيناه بالارض عم نسرع اكثر من انه نحط حبوب ويرجع الماء يذوبهم. والليكويد هن بينحطوا ورقه يعني بس اعطيك هيك كومباريزون، اوقات اذا انت بتحطي اسمده عضويه يمكن تاخذ النبته شهرين لتاخذهم، اوقات اسمده بتاخذ جمعتين او شهر. في انواع من الكيماوي الليكويد يلي او اللي بيذوبوا بالماء النبته فيها تاخذهم ثاني نهار سو قد الفرق بالسرعه لما نحن نعطي الغذاء الورقه للنباتات اللي عندنا اياهم يعني. سو هيدي كمان واحدة من التبس اللي كثير فينا ننتبه لها. لازم كمان كثير نطلع وهيك يعني غير انه نفهم النباتات تبعنا، مثلا هون هيدي النبته اسمها كالاديوم، اذا هيك بتصوروها عن قريب بتشوفها هي من احلى النباتات يعني ليكي ورقاتها كيف هن محمرين وخضرين وهيك، فلازم نفهم هيدا النبته من وين جايه. هيدا النبته مع انه ليكي هون هيدا اللي حدها قد بتشبه له حتى التيش تبعها كثير فرق بيناتهم 100%. هيدا مثلا اللي هون لقطها انا على اليمين العينيه فيها
كثير اهين وبتكبيها كيف ما بتكبيها بتجي واقفه يعني. الكالاديوم يلي هون معي هيدا نبته كثير بدها عناية اكثر، بدها نفهم لراسها اكثر يعني، صعب كثير، في ناس كثير بجيبون وبيقتلون، فكثير مهم نقرا البيولوجي تبع النبته تبعنا، نشوف هي اكيد كيف بتحب، شو بتحب، قد ايه مي. وكثير من هون نباتات بيجوا من تروبيكال فورست، فلازم نفهم هيدا الشيء. شو يعني تروبيكال فورست؟ يعني مطرح بدل في ندى، بدل في هيك شتاء خفيف، وبعيشوا مثلا تحت بلحات وهيك، مشان هيك بتشوف فيها منقطة أحمر، هيدي كلها أدابتاسيون لتعيش تحت البلح أو تحت الأشجار الطويلة أو الشتل الطويل. فهيدي النبتة مثلا غير كل شيء قلته زيادة بتحب الرطوبة، مش كل النباتات بحبوا رطوبة، وفي ناس هلا عم بيحضرونا، في ناس كثير أوقات الحكمة بيوصفوا لهم بالبيت يحطوا نباتات أو تيسحبوا رطوبة أو كرمال رطوبة كرمال صحتهم يعني. فهيدي مثلا شو يعني بتحب رطوبة؟ مش يعني بتحب المي كثير، هون الغلطة اللي بتصير. إيه هيدا بدي أسألك إياه، المفروض نرشها بالمي كل أبدا كل إذا الأرض تبعها رطبة كثير بتموت، لازم المناخ اللي هي فيه يكون رطب، مشان هيك بنحبس بهول النباتات كل شيء جمعتين او ثلاثه، نجيب مي غير كلسيه، واذا بدك ما في بعد عنا وقت بس لازم نحكي على الكلس، نرش على ورقاتهم للنباتات بحبوا كثير هذا الشيء، بكون عم نقلد الطبيعه، عم نرفع الرطوبه وكانه هي عم ينزل عليها شتاء على رواق. هيدا مثلا النباتات اللي كثير بتحب هيك. كل قد ايه لازم نعمل هيك؟ جمعتين ثلاثه مره بالشهر بحبوا هذا الشيء مثلا، اكيد مش لكل النباتات يعني، ما مش للكاكتوس، مش للسكرنس، عم نحكي على الفجار، على الكالاديوم، على الكالاتيا، هول النباتات بحبوا كثير هذا يعني النباتات الاستوائيه بالمبدا يلي هن عايشين بدون رطوبه 100%، يلي هن جايين من هذا المطرح هيوميد يعني، اصلا على الكتالوج اللي مفرجينه شوي بيكونوا كاتبين انه هيدا نبته بتحب الرطوبه، فهيدا كمان شغله كثير. بدها في؟ هلا اجمالا هيدا النبته هي بتعيش بالفي، يعني كيف يعني بالفي؟ يعني بيكون في شجره كثير كبيره وهي عايشه تحتها، سو نحن مشان هيك هي فيها تعيش بقلب البيت لانه معوده على لو لايت يعني او يعني ضو شوي قليل، بس ولا مره على هواء قليل، ما في نباتات يعني حتى شباك بفوت الضوء. مزبوط هذا الاساس، وبنفتحه تيفوت لها 100%. يعني في كثير عالم بيبعثوا لي صور بدنا نحط نبته هون، فيها النبته بركه تعيش بقله ضوء بس ما فيها تعيش بقله هواء، هذا الاساس اذا بدنا نختصر يعني اكيد الحلقه لليوم. خلينا نحكي عن المي كمان الكلسيه. هلا دائما ومعروفه اضبط نوع، اضبط مي لتسقي فيها النباتات تبعك هي الشتاء، مية الشتاء. في ناس ببلدان برا بجمعوا مية الشتاء ليسقوا نباتاتهم، لانه هي المي الطبيعيه. بينما نحن ميتنا فيها تكون فيها كثير كلور، فيها تكون فيها كثير كلس، فيها يكون في كثير معادن بتأذى. فاول تب فينا نعمله، في ناس بيعملوها يعني، قبل ما تسقي نباتاتك بتحطيهم بسات المي، هيك بتخدم المي من فوق لانه الكلس الزايد او مثلا بينزل لتحت، بنروق المي، بنروق او بناخذ من فوق كذا ساعه بنرجع بناخذ، هيدي وحده من الطرق. هلا ما بده يعمل هيك وبيسقي بمي وهي كلسيه، شو بيصير؟ الكلس بيمنع النبته تاخذ معدن النيتروجين من التربه، واذا ما اخذت نيتروجين بتصفر وما بتخضر. يعني انت لما تشوف النبته تبعك عم تصفر، هلا اكيد حسب نوع الاصفرار بيكون هيدا هو ميتك الكلسيه. سو شو بيعملوا هول الناس؟ لازم يحطوا حديد بالارض على القليلة مرة بالشهر، وبعدين يحطوا كيماوي يكون فيه نيتروجين. أغلبية العالم بيعملوا هي الغلطة، أو بحطوا حديد أو بحطوا الكيماوي، هن بدهم يحطوا سوا أو ورا بعضهم لأنه تتقدر النبتة تسحب أكيد معدن النيتروجين، أو بنعطي ورقة مثل ما كانت عم بقول قبل. يعني شو صعب التشخيص وقتها مثلا تكون مصفرة الورقة إذا كثرة مي، قلة مي، مي كلسية؟ صح. كيف بدنا نعرف نشخص؟ فينا نعمل حلقة الجمعة الجاية عن هالموضوع، النبتة بتحكي معنا من خلال ورقاتها. نوع الاصفرار او الاحمرار او تصفرت من فوق او من تحت او اي ورق دبل قبل هو اللي بخلي المهندس الزراعي يقول لك شو بها النبته. وهيدا هيدا يعني شيء ستاندرد لكل النباتات؟ اكيد هو علم بحد ذاته مبني على هيدا الشيء، لانه نبته ما بتحكي وما بتصرخ، بتقول لك شو بها من خلال هول. هلا كثير مهم نحن ننتبه ونعرف نقرا السيمتومز تبع النبته لنقدر اكيد نحط هول. في بعض الناس بيعملوا الغلطه انه بحطوا بالارض سيفه او مثلا ما بعرف شو بدنا نقول يعني اشياء هيك حديد، او مسمار او هالاشياء كلها، هو ابدا ما لهم عازه لانه نوع الحديد تبعهم النبته تتسحبه بعد شي 20 سنه. بينما الحديد اللي بيجي بودره بنسميه فيركل اكلاتي او كليتد ايرون، هيدا الحديد سريع الذوبان للنبته بتقدر تسحبه دغري يعني، فهوليك القصص كلهم ما لهم عازه. في ناس كانوا يزرعوا الجاردينيا بتنك حديد كرمال هالمواضيع، بعد شي 20 سنه تاخذ مفعول. هو الاساس اذا ميتكم غير كلسيه ما في مشكل، بس اذا بتحطوا الحديد بساعد. واهم شيء برجع بقول لك، انا اذا بدنا نختصر الحلقه، ليه بتقتلوا نباتاتكم بالبيت؟ قله هواء.
هواء من فوق يعني شبابيك، وما تسقوا كثير للهواء يضل يقطع بالتربه. من دون هواء النبته ولا بالتربه بتشتغل ولا من فوق بتشتغل. يعني وقتها نسقيها بدنا نتركها برات البو تبعها اذا بدنا نقول، برات الكاشبو بالاحرى، تتصرف وتاخذ هواء. وبعرف متى ارجع اسقي بعدين، ايمتى برجع بردها؟ يعني دغري بعد نص ساعة. نص ساعة بقدر ارجع بس ما ترجع تسقي بعدين الا اذا الارض نشفت على الاخر 100%. بعطشها شوي برجع بسقيها ضروري. شكرا كثير لك مارك بيروتي على النصائح المهمة اللي عم تعطينا اياها، وبنشوفك الاسبوع الجاي. بناخذ وقفة هلا ومنتابع من بعدها لايف.